وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى حمد سننا كل كان ينكر وكل بركة صنع لنا سبحانه وتعالى نحرستي سأكس دجيه وحان إله سبحانه وتعالى ويدسنا يا إن عرف في قلبي كسو وكلمة حقا لنا سبحانه وتعالى قلبي جينا يدجيه نوفره نجنا دجوه كوا هذا الكدجي استكيس ونكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنت كذب ولا ليال وحن حالي كهضرني صحوة إسلامي قام براروك إسلامي قام معاصر كاه قرني يؤدن بيي ومضى مسلمين تاه مركي يقود عايدي ودعا استعمارك وقف صدي دولك هذا إنه إلهي سبحانه وتعالى كسو ساري أتكى مسلمين تا دحضوضة براروك أي دين تو دي ديبقو نغضان صحوضة أسوسنا هي براروك قاسو تد بضان باكا قيب قاتي سان شاقي وأمد مسلم كاي وردن كميدة هادان أفراد أما دد أشخاص وقف والبا بوسكي سكو آدي أما هادان دد جماعة ده حركة ده ودعوة دي يدينتي يومدي إن يدينتي دي دبقو عليان وكبرى روجيان وقعي انتو باه إلهي فضل جيس قول في عمبا لغا قاري ومدو نه ما انت ماشا اي مرايس وعي جيدة يبرى روجيدة ايا لسو قارسي عرمها اقرني قاس دن يعني دعوة دو اما صحوة دو قارتي حيالة بضن وقول أهبي قارتي إلهي فضل قيس وحاكم ده وعي إسلامي قاها يفهم كإسلامك يعقيد صحيح حايدني أدون كعالم الإسلامي كفافتي بدعادينا إي مركا يراتي وحاكم ده عزدي إسلامك ضدكو أي يعني إسلامك عزي يكالسوني كقبين إنا يصون نقطي وصحوة إسلامك كدب يبرار وقيسي يصون نقط وسايشي أما وحياله صحوضة أما برارو قاسو يديك ستي وحاكم ذاها إنا يفافتي مدارس دي إسلامي قاهيد معاهد دي إسلامي قاهيد وعلمي قلقو برانيي جامعات كي إسلامي قاها وعلمي قلقو برانيي مثلا هدي آن هل تصال أسوقاته جامعات دي إسلام كا مدينة كفرا المدينة النبوية وقت هذا كونتون صنوع يزيادة لغا تشوغوه أيالا أساسي فكرة ديادة أساسها وحا إسكالها علماء دي عالم الإسلامي مركا تشوغتي أيا إسكالها فكرة داس وحي أهيد إن لسميو جامعات أرداد مسلمين تأهي أدون كميلك استو أي تشوغان علمي كتابك إيو السنة إي عقيدة دي صحيحة أهيد الغبرو كدبنا أي دول كوضا كون نغضان أو إسلامكي أي مركا فافيان أو دعاد نغضان ولغو قوليستي فكرة دي وحي أقيين دولة سعودية يبقر كي مركا تشوغي بقر فيصل رحمة الله عليه كدبنا
سيداسا لغو أساسي مجلس كيدي مضح ذا وحي أهايين علماء العالم الإسلامي بيكا كوبناين كما كوبناين علماء السعودية كلية تاسو قطو سنيسا صحوة إسلام كي برارو كي إسلام كا سيدا لغو ذا شقيني ناقي كم إذاها قد قيدا صريح وحا كم إذاها أبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه وحا كم إذاها رهير قطب محمد قطب إيو رقع علماء مصر شيخ الأزهر علماء تونس مغرب باكستان لنع والبا وحكا هايين بورد اف دايركتريس كاما تراستيغا فكرة دالها كنتون سنو كهروي إلهي سبحانه وتعالى إلى وقت قاس وحكا صاري وحا علماء عالم الإسلام كفافتي تشاينا إيو تتار إيو راشيا إيو ميل والبا ومسلمين أي جوغان وحا جوغ الدعاد كصوبح ذا الجامعة الإسلامية بالمدينة فكرة دي هذا نصاصة يا هيد صح وضع أي إنتاجي سي وحياليه كده شيء معاهد إيه جامعات حلوان إشارني أزهر وكون صنو سوسة ريداد علماء عالم الإسلام اللغة العربية يشري عذا برا وحكم إذا وحياليه قارتي يعني سان شاقني حجاب كيو انتشاري للي يرديو براروكتي والدين تيكو براروكتي إلى يعني صدن صنع فرتن صنع كهر دادك يرير آد بي أبو يريد يعني صحوض أما براروكو وقت قاس باي كدلتي دعوة الإسلام كأولا فافمي وحكم إذا يعني ماله استعمارك وكدقي أما عدو وكدقي جهاد كاللغة بلاوي وصيدا صوك إيهو قاميين صحوض الإسلام كيديهو قامي سي عدوغا سلوغا عليو كسو دولي دولالكا مسلمين تا تاسنا تاريخ صوص عطبي أهيد سان شاقي oo ummadu marna kama iyan dhamaan jihaadka inay dhulkeeda difaacato oo ummada muslimka ay dhami arrinka ka qayb qaadato Jazeer bay ka dhacday Masar bay ka dhacday markii isticmaalku u yimi Soomaaliya ka dhacday meel kasta ka dhacday oo muslimiinta waxa ugu dambeeyay Afghanistan 78 sidii muslimiintu ugu gurmadeen aynu dhamaanteen wada ognahay ummado dhamina isugu raacday كدب وحيمي مركب ولا ليال قلوع بايمي انحراف باصو قلي برارو بإسلامي قاها انحراف قاس حالي وحاني شاري عنوان نظر اما قلوع عاص رنتي آد بو حنون بدايهي آدي آد بو حنون بدايهي كشاكينتي سنة وامد يعني قلبي قدغن يسوي وامد بوكر ريبيسه قفك مسلم كا أو أمضى نبي محمد عليه الصلاة والسلام نحن أي كهيسو أما أضم قنية مد أو كضم قنيوي أن أرمها قال له عاسو كدع أي حالي عنوان نضوضة يعني شاري وحاكم إذا هاسان شاقي ومد اللي حيث ذا قال يسين تإني كبلابط تكفير ومد قيب كم إذا أما صحوة إسلامي يبرارو إسلام كها قيب كم إذا ee qayb ka la gaalaysiiso ama ummadii oo dhanba wada gaalaysiiso qodob khatar ah oo aha kadibna kaas waxa ka dhalanayay dhigi oo marka la banaysto dhigi muslimka oo macsuumka aha oo xaaladiisu ay khatarta ahayd aan la banaysan karin wax shubha lagu banaysan karin macsuumka aha ee nabiga kaleysa salaam ka dardaarmay in si fudud marka lagu daadiyo si fudud uu ku daato digi muslim ka aha taas oo keentay dadkii muslimiinta hadhigoodi inuu ku daato gacantii cadawga iyo gacantii dadkooda muslimiinta aha muslimiinta qayb kamida iyo tii cadawga labadiiba marka muslimiintii ay dhigoodi uu ku daato waxa ka kamid aha xiyaalaha meelaha inxiraafku ka dhacay xagga xukunka iyo imaarada وحكم إذا ها مفهوماتك غلط كصوغ علي أو قل الله عضي حق جهادك مركا أرمها صوردان أمود قليه لكن وقت قونا كافي معها لكن واحد بدن واحد لغو فهمي كرا أو أي كفر عميان لبدا مسألة أوه الرئيسة أو خطرتا أو مدنا أي تهي قالي سينتا مدنا أي تهي مدكا لو كردلتي أو أهديكي مركا إنو صفو ضد كداتو كدبنا يعني أمضي إيدي مركا إسكوتشين ستو
oo ummadii gudaheedii ay dhibaato ka dhacdo. Waxay u badan doontaa inaan idinku akhriyo waxa qaar nusuusta ama akhbaaraha ka mid ah ama taariikhda dhow ka mid ah ama taariikhda fog casrigan inaan wax ka taataabto gaar ahaanna dhallinyarada in badan laga yaabo inaanay taariikhda ama soo joogin ama ayan wax ka akhrin ay dhici karto. Arrinka ku saabsan gaalaysiinta wuxuu ka bilowday asal ahaan nimanka xukunka haysta in la gaalaysiiyo, maahan ummadoo dhan, oo arrinta xukunka iyo xaakimiyada ayay la leedahay cilaaqo. Marka nimankii uu xukumayey in la gaalaysiiyo, kadibna lala dagaalamo, kadibna iyaga iyo wixii la socda oo dhan, oo hadda maadaama ay xukunkii haystaan ummaddii xukunkeedii bay joogaane, dhiiggii markaa sidaa uu ku bannaanaado. Arrinka marka xukunka ku saabsan iyo nimanka xukaamta ah, nebigu calayhi salaam wuxuu u dejiyey dardaarankiisii iyo sunnadiisii qaacidu u dejiyey, qaacida ayuu u dejiyey. Qaacidadaasu waxa weeye, nimanka xukunka haysta umarada ah asal ahaan muslimiinta in la ilaaliyo midnimadooda iyo jamaacadooda, jamaacadooda iyo midnimadooda in la ilaaliyo, leanna ummaddii baa ku urursan, xataa hadduu yahay mid xaakimah oo xun ummaddiiba hogaaminaya ku midaysan. Marka in la ilaaliyo midnimada iyo jamaacadaas maslaxa badan baa ku jirta. Midda labaad, haddii uu wax munkara la yimaado inaan laga qaadan lagu adeecin, wixii munkar ah ama macsiya hadduu ku faro inaan lagu adeecin. Midda saddexaad, in adeecid la-aantaas aan lagu adeecihayn hadduu wax munkara ama macsi ah ku faro inaanay keenihayn inaad ku baxdo ama la dagaalanto ama ka hortagto ama waxa macruufka ah ku diido inaanay keenihayn. Daabidka saddexaad weeye. Daabidka afraad waxa weeye, haddii uu markaa ninka xaakimka ahi u gaaloobo ayay bannaan tahay oo gaalnimadaasu ay caddaato, bawaax noqoto, wax bannaanka yaal ay noqoto, oo dadka ahli cilmiga ahaa iyo dadka culimada ahaana ay ku iftoodaan. Kadib markaa in loo eego qudrada iyo awood haddii loo leeyahay xaakimkaas gaaloobay in la bedeli karo. Haddii aan la bedeli karin waa la sabrayaa. Markaa sida haddaba muslimiintu saad ogtihiin, yacni xukaam badan oo gaalo ah bay ku hoos nool yihiin, innagaaba ka mid aba had innaga halka joogno oo xukaam aynaan muslimiin ahayn bayna ku hoos noolnahay. Islaamkoodii iyo diintoodiina danta ku khasbaysa iyo axkaamta ku khasbaysa waa meesheeda, laakiin dadkaas uma gaaloobin. Dadka muslimiinta ah ee xukaamta aan muslimiinta ahayn ku hoos nool ma gaaloobin, laakiin awood ma u leeyihiin inay waxa wax ka bedelaan weeye waxa meesha yaal. Marka sharciga afartaa darajo buu siiyey. Marka ugu horreysa waxaan idin maqashiinayaa axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam aada bay u fara badan tahay, arrintaasuna arrin xataa ay ka furan tahay yacni mala awaal maaha. Maxaa dhacay? Culimmada agtooda waxaa muqarar ka ah waxyaalaha ummadda diinteeda asalkeeda iyo usuusheeda taabanaysa shareecadu waa caddaysay, nebiguna calayhi salaam wuu caddeeyey oo loogama tegin ijtihaad. waxyaalaha qaarkood oo maaragtay dadku iyo zamanka iyo waqtiga la ysku khilaafi karana, waxyaalo badan ilaahay subxaanah wa tacaala uu aamusay oo raxmad iyo naxariis ahaan baa laydinkaga aamusay suya nebiga calayhi salaatu wasalaam. Laakiin arrimahan oo kaleeto si caddaana shareecadu u caddaysay. Waxaan soo qaadanayaa xadiista aadka u fara badan nimanka xukaamta ah iyo ku bixitaankooda iyo la dagaalankooda iyo gaalaysiintooda waxa uu ka yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam. Xadiistaas marka aada maqlayso waa inaad ogaataa inay tahay hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ma aha hadal cid kaleeto ay tiri. Xadiiska koowaad, nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana weydiiyey Salama ibn Yasiid Al-Ju'fi radiyallahu canhu, wuxuu weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi yaa nabiy allah, nebiga allow, ara'ayta in qaamat calayna umaraa, bal hadda ka waran haddii ay niman madaxa noo noqdaan amiire ah, yas'aluuna xaqahum, xaqoodiina weydiisanaya,
حقود وا ان لا ادعو او امر كود لا قاطو حقودي بينا ادعنا ويديسنيان او وخي ربان انانو امر كود راعنو ويمنعونا حقنا حق يجي انغو انو كلهين او اه اني امده سي عدالده او حكومان او خولها سي عدالده او قيبيان او شرع الهي كو حكومانا وي حق يجينا وي نو ديديان فما تأمرنا محادنا أمر يساب يرحال داسو هدي دعضو فأعرض عنه وكجست النبي عليه الصلاة والسلام سؤالها قاركود أو آن دعين أو وضح وضع وحد وقت قادو آن دعين ما جعلين النبي عليه الصلاة والسلام اللي ويديو ثم سأله فأعرض عنه مركلو ويديو وكجستي ثم سأله في الثانية أو في الثالثة مر لباد إيا مر صدحاد بوكو عليي فجذبه الأشعث بن غيس ننك الله يرى هذا جيدين ننك ورسولك عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري مركا اسمعوا وأطيعوا مقلة أو أداعة فإنما عليهم ما حملوا كركوضة وحا نقونية أو دم بقذا أي قاضيان مسؤولية وحي لودي بيو قعنتو ذو كجرتي يقا قاضية وعليكم إذنك كركينا وحا نقونية ما حملتم وحي الذي صاري حديثك مسلم باوري وأنا حديث صحيح حديثك اللباد مسلم باوري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا ورينية رضي الله عنهما قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وحو يري يكون بعدي أنيق قداشي وحا إمان دونا أئمة نمن مضحا إمان دونا هقامي يالا إمام وحا لدها قفك ضدك هقامي هدو يهي مدحوين هدو يهي أمير هدو يهي الشيخ لقدم بيه هدو يهي كابقابين كل أئمة جمع إمام وي من يقتدى به قفك الغضة إذا ولا يرى هذا إمام سيدا إمام كبصلاة إنه غضة ينو يكون بعد أئمة قداشي نقندون تبي النبي عليه السلام لا يهتدون بهدي نمن أن هنون أقاذن إن هنون كيجا نمن كاس إمام يضاي من نقن أيام كوه هنون كيجا قاطه ولا يستنون بسنتي سنة إذنا مر عيان وما سنة سنية وسيقوم فيهم نمنك وحك الكاليال أؤه أو لتاغن رجال نمن با لتاغن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس نمن قلب يضوض أيهين قلب شيطان سيدا شرطة أي أمريان شرطة يجعليهين شرطة يغشقينيان ضد شر بضن با نمنك كهري ريسا أو لكن بني آدم أؤك لكن قلبك الشيطان بيكيهين حق الشرط قلت وحان إريبو يري وحذيفة رضي الله عنه وانا ننك وري حديثة وقوب بضنه فتنة إيا شرطة وحي النبي عليه السلام وكشيغي كوري حذيفة رضي الله عنه كيف أصنع إن أدركت ذلك وقتك هدان قارو رسولك الله محان سمياه قال وحو يري بل هدى أفرسو تسمع وتطيع للأمير وحد مقليسا أو أضيعيسا للأمير قفك أميرك كوة أما أميرك عامك أمد مركا مضحوة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هدوبة أديغا دبرك كاقراعه أو يعني سو ظلم يكودلو أما حولها قيبة أدعوه هذا هو داعي سيقول ليه محادة عي وحويه هذا الدين تاكدرا لبضبا مصلحة قود أمد مسلم كابانا كدرا أديق إن دورك لغا قراعو أما حولها قل لدعو حاكدرا إن مسلمين تأعراضو دي لبنا يستاكدرا وكيني كرو إن النفط هذا أعراضو حديث كاسنا مسلم باوريه علي بن حاتم رضي الله عنه وحليه قلنا يا رسول الله رسولك الله لا نسألك عن طاعة من اتقى كما هو الدين إنه متك إلهي كبقي أو مضحة أو إلهي كبقي ولكن من فعل وفعل لكن وحنك هو الدين إنه كان
فذكر شر كان شرتا سمي وشرتا سمي يعني وحبو دلي وحبو دعي وحبو حري وحبو محان سمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إلهي كبقى أوه مقل يا داعد يا شيك للضنبين. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة كتاب كيساء ابن أبي عاصم سنة يكوري. حديث كأفراد بخاري باوريي رحمه الله تعالى صحيح سكووريي وحليه هاي حديث كنوحا وريي عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وحن نقويري إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أنا قد أشي واحد أركض دونتان إح بعد أركض دونتان إح منك حكامتي أمرضا إني إذن كإح ذان أو واحد لديهن حق لديهن إذن كدود سيان وعدك للسيان أما عدك للج على ذان وحج عليس وأمورا تنكرونها إي أمور آد إنكرتان اللي يابتان بعد أركض دونتان. قالوا وحي راهدين ما تأمرنا يا رسول الله رسولك يا الله مركا يساعد عظم حادنا فريسا صحابته ويهب صنيا. قال وحيري أدوا إليهم حقهم أدوا إليهم وحاد سيسان حقهم حق حق إذن كليهن يقسيه وسألوا الله حقكم حقي إني إذن كان إلهي ويديست حوك قاطة مدهن موجد إلهي ويديست. حديث شناد نبي عليه الصلاة والسلام حليه هاي ويستغنى مسلم أوريه سيكون بعدي أمراء قال شيء أمضى إذا نمان باجرا مضحوا نغندونا فتعرفون وتنكرون وحد تقانين ومعروفه وناغ نواتكو أركيسان وحن نواتكو أركيسان أو منكرة. فمن أنكر قفكي إنكره وحاس أديده فقد بريئة يا فقد بريئة دي ما دي سبري بين نقط أو يعني دم بيوك بريئ نقضي. ومن كريها قفكي نعنا قلبي كنعة فقد سلم كاسنو نبات قلي. ولكن من رضي وتابع ولكن من رضي وتابع لكن واحد دم بيق قاضية قفكي كرا للنقضة وحاس أو كرا أيها نغني. قالوا وحي راهدين أفلا ننابذهم بالسيف رسولك الله كوا سلاسة بأن سيف لديعين. قال وحيري لا ما أقاموا فيكم الصلاة أنت أي صلاة أكتي نكو أوغيان صلاة أنت إذن كدح أوغيان لبو مكعيو سيف كل مكعيسان. رواه مسلم. عديث لحد وحيري النبي عليه الصلاة والسلام وحكوري سجل مسلم يعني وحن حديثنا كسو قاضي كليه صحيحينك صحيحينك سينا ميل كلبا أؤادين حديثك أدبو فربضان طاهي. وائل بن حجر رضي الله عنه أيه ولينيه قال قلنا يا رسول الله أرأيت إن كان علينا بل هدى كورا رسولك يا الله إن كان علينا هدي أنك أكرك يغن نغضان أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم هدين قلان من مضحه حق دين النوي دي سنة حق يقين النوي دي دي. قال وحيري اسمعوا وأطيعوا مقلا وأضيعا يعني أمضى اسمقى ليك لضبيك وضع وخلافك إننا فإنما عليهم كرك وضع وحاء ما حملوا دم بقوضة يقاله حديدين وعليكم ما حملتم إذن كان وحا لين ويدين يا وحي لين صار وهذا هذا. رواه مسلم. حديث يقول ضبية لنعاس وحويه نبي عليه السلام وحيري بخاري ومسلم باوريني من رأى من أميره شيئا يكرهه من رأى من أميره شيئا يكرهه قفك أميرك سكو أركا وحو نعه أميرك طبعا مد يرو دي صدح قفه وصفره أؤه مضح إلى إيو خليفة المسلمين تو نغنكرا سوق لي يكرهه فليصبر عليه صبره فإنه من فارق الجماعة شبرا قفك جماعة تاككبحا حسك الصبر قفك جماعة تاككبحا فمات إلا مات ميتة جاهلية هذا انتو جاهلية كل من أيا. رواه البخاري ومسلم ما قال نمو كل من أيا أمرك جاهلية دا مدعوك فوضة دا يكالا دنبين لا أنت دا يا
ayuu ku dhimanaya iyo daaca la'aanteed. Intaa waxaan uga ekaysanayaa asaaska si aan bal u dhigno nidaamka xukunka iyo nimankan xukaamta ah ee ummaddu ay markaa ku urursan tahay ku bixid la'aanteeda iyo inaan dagaal iyo gaalaysiin iyo arrinkeed ayan u kicin. Waayahay culimmada islaamka waxay ka yidhaahdeen, baan wax yar iyadana ka soo qaadayaa. Alimaam ibnu Battaal wuxuu ka soo guurinayaa alxaafid ibn xajar raximahu llahu tacaala xadiiskan, wuxuu yidhi fi lxadiisi xujatun, xadiiska xujo ayaa ku sugan, fii tarki alkhuruuji cala asultaani, in lagu baxo oo seef lagala hortago lala dagaalamo, cala asultaani ninka sultaanka ama madaxda ah, walow jaara hadduuba xataa eex uu sameeyo ama gardarro sameeyo ama xukunkii uu cadaalad darro falo. Waqad ajmaca alfuqahaau, fuqahadu waxay ijmaac ku yihiin buu yidhi, calaa wujuubi daacati sultaani almutaqallibi, daacada ninka sultaanka ah ee mutaqallibka ah ee xoogga ku qabsaday isagoon cid dooran, waaljihaadi macahu, iyo hadduu dagaalkii galo iyo jihaadkiina lala galo oo la raaco la adeeco, wa ana daacatahu khayrun min alkhuruuji calayhi, ninkaa faajirka ah ee daalimka ah ku bixitaankiisa waxaa ka khayr badan in la adeeco oo la raaco. Lima fii dalika, maxaa dhacay arrinkaa waxaa ku sugan buu yidhi, min xiqni dimaai wa taskiini duhamaai, xiqni dimaa, dhiiggii in la ilaaliyo baa ku sugan oo fitno laga fogaado, wa taskiini duhamaa, dadkii fawdada kicin lahaayo dadka waxmagaratada ah oo isku dhex yaaci lahaana arrinkooda wuu degayaa oo ninka xaakimka madaxa kaga fadhiya. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، علمتنا حجته يحجيستين وحديثكن يا غير كيس، ولم يستثنوا من ذلك ارنكا كما ينستثنون الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح، الا انه كدعو نكا حاكمكا كفر صريح انه كدعو موياني، فلا تجوز طاعته في ذلك. هذو قالوا مركا ما بنان. الشيخ الاسلام ابن تيميه وحو ليهي رحمه الله تعالى، ولهذا كان حديثاً مركو تعليقيني، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة، أهل السنة مذهب كودا مشهور كوحوي أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم. ما أركان لمن كان حكامته إن سيف إيوه دقال لقاله ارتقوه أو لقبحوه حتى هذه الظلم سميان، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي وريني سو حديث آتك وفر رمضان وقال كذا سؤالا، لأن محاد عي مركا علماء إساس لي مذهب أهل السنة حيث أقول لي ما حكامة جعيلة وقوان سيدا تذكر يا مدلون يلقاتا إلى هذا حكامة حديث تيدي بدكيني إذا وحرفتان حاكم كان ظالم كاي وكافر كاين لا أطيعه ورارك وصاص ما هاي محيث أقول لي هين أهل السنة، لأن الفساد في القتال بيره، maxaa dhacay fasaadka iyo dhibaatada ka dhalanaysa fil qitaali la dagaalankiisa, walfitnati iyo fitnada ka dhacayso laisdhexgelayo, acdamu ayaa ka weyn min alfasaad alxaasil bidulmihim biduuni qitaal, iyagoo lala dagaalamin fitnada iyaga ka dhacaysa waxaa ka daran midda haddii lalaga dagaalamo dhacaysa biduuni qitaali walaa fitna. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ساس درتين بين أهل السنة أركي هين فساد كوين إن لو دفعي مدير فساد كوين إن لقاته أو مدير كيرا لقاته. وحيري وهذا الكوكو صدري ولعله وحيري وده هاي بيري لا يكاد يعرف لما أقبويري تاريخ ذا طائفة خرجت على ذي سلطان، طائفة كبحضي أما كوح كبحضي نين سلطان مركا هايستا، إلا وكان في خروجها إلا بحتان كذا يدقال كذا وحو النقضي من الفساد فساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، فساد كي أي زولي سي متكدرا وحنو ماني صومالي بل لو يديني إياه صومالي إيضا وحبا هايسا رأي المشاهدة، لكن لأن يرضى هدى مقران كران أنه تاريخ محاكوه الرئي دقال لدان laba tan sano maxaa ka horreeyay maba yaqaaneen maxaa dhacay dadka inta jooga iyo dadka say u badan yihiin waa qof yaraa laba tan sano ka hor shan jir ama toddoba jir ahaa ama toban jir ahaa oo maanta soddon jir ah halkan hadda hortayda markaan saa u fiiriyo waxa konton gaaraya ama afartan gaaraba waaba wax yarba waa faraa lagu tirin karaa dadka hortayda fadhiya qarniga waa qarniga iyaga waaba sii dhammaanaya
marka dhalinyaro inaan xogaa bal talooyinka iyo waxyaalihi taariikhdu ahayd iyo wixii shariicadu ahayd waxaan ka qulaaseyno ogaada Soomaaliya iyo dawladda ka taagantahay dulmi ba jiray dhib ba jirtay fasaad ba jiray laakiin wixii ka dhacay kadib markii lagu yaacay wax ka daran bay noqdeen wixii hore na hilmaansiyay wixii hore waxna hilmaansiyay ba dhacay ahay san hadda taaganna tii hore haddana maalin walba mid ka dambaysa ayay ku hilmaansiinaysaa arrinkaas wax badan kuma sii dheeraanayo al-imaam al-tahawi aqeedada kutubta ahlus sunnah oo dhanbe waxay ku qoran tahay ولا نرى الخروج سيدنا الإمام الطحاوي قريه عقيدتيسا الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا ما أرقنا ولا أهل السنة هدانا هي إن أنا كبح لا دقالنا من كان ملاحظة وإن جاروا هديب حتى جور أي سميان أي ظلمي ولا ندعو عليهم ولا ندعو عليهم ما نهبارنه ولا ننزع يدا من طاعتهم طاعتنا كما بحنه ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بالمعصية هذين معصي أمرين معصي هذين أمران ما كو أدعينه لكن وحك لو قرعينا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة الإمام النووي رحمه الله تعالى وحليه وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين هذين بيهين حتى فسقة ظالمين هو حاران تظاهر قض وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وحا أنشيغي إنا كوكولانت وأجمع أهل السنة أهل السنة هذا كان السنة النبي عليه الرعسنة وإجماع بيكون كوكول من أنه لا ينعزل السلطان بالفسق فسق هذا إنه لي ماذا كما عزلمه أي لي هاي هل كان سمري مركا نصوص تاس وحان أحصو سنة يا ولا ليا لأنه أيامها وحي بنقطي نصوص حتى مركا قاركو اللي وحي جيمودو محال عاي dhalinyarada iyo dadka qaar waxay iska jecel yihiin ninkii madaxaba in la mucaaradaba oo la caayaba caalamka islaamiga ba joogaba qof la ogolaan karo ama xataa la dhigi karo waxan dawladdan bal muslimiinta u taagnaato si kale wax loo saxo maba jirtaba oo waxa rabaan wax la burburiyo oo wax lagu kaco marka xadiistan oo marka kala aad ku akhriso wayba la yaabayaanba waxaan ku soo khatimayaa wararkaas badan aad buu u fara badan yahay waqtiguna iima saamaxayee ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة أوليها آد قيم وهو كتاب كيس إعلام الموقعين كوكشاري وحيري إذا كان إنكار المنكر منكر كالزولين أيوه حتى قال لمها النقضة يستلزم هدو الله إيمان أيوه ويكرر تميسو ما هو أنكر منه وح إساقا كذبضا وأبغض إلى الله ورسوله أو إلهي الرسول كيس نعبيهين فإنه لا يسوغ إنكاره مركا مبنانا إن منكر كاس لفتي جيسا منكر كا لفتي جيسا للدينية كل كل كغار كود با منكر كي للدينية محا دعاي وانا لا هاد لهي محا دعاي وحالا قبقا يا منكر كبضان أو كدبضان إيه مهد وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله منكر كاس على دافيا ولو ددكي سبا إلهي ونعي إساقنا إلهي ونعبيهي وهذا وحي لأرنك وحا لمضة وتصالئه كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه لمنك بقرضا إيه لمنك ملوك تأمير رضا إن لقب حوبا كمدا فإنه وحير أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر الله أكبر وحير وفتنة كستاء بهدوي كبحيتان كاية دقال كاسو إيه شر كستاء بهدوي وقد استأذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أصحابته وحي ويديستين إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقل هذا ذلك صلاة الضاهية أمرضها صلاة الضاهية إيسا مضيع إيسا إني لده قال لمان قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة مركز وعيري ومن تأمل ومن تأمل سفي عن اليرود قيست ومن تأمل قفك آذ وفير صدب ويري ما جرى على الإسلام وحي إسلام كسوغاري في الفتن الكبار والصغار في الفتن الكبار والصغار فتنوين كي ووينا يكو يريرابا رآها وحو أركيا وأصو بحي سقفك أرنكا وفير صدا من إضاعة هذا الأصل من إضاعة هذا الأصل أصل كاسو للضيعي أيو أركيا إنو شر والبا أبوها وعدم الصبر على منكر إيو منكر لو صبر كريواي إلا المنكر كوركار كغار كود منكر كاسد كو صبري waxa qorna munkar kam haddii hortaa inta dibaha wax ka dhibadan ba ka baqaynaa isaga naga daah
سيدس لك قداي هي وعدم الصبر على منكر الغصب روايب وير فتول فطلب إزالته قف كي بروح طلب يا مركين ومنكر كازولية بويري فتولد منه ما هو أكبر منه وحكر دعي وحكشر بضن فكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وحو أها يرى بمكة مكة متكو أركي مركو جوغي أكبر المنكرات أصنام تيو تير تير سن كعبد أبو أرك جري ولا يستطيع تغييره إلى آخره هذا الكي سؤال بقول ليه كما داراني مركة هل كان صنوب بحية وحانو قد بيا مركة ولا ليه أرنك هدو ساس أها أهل سنو ساس يكو سعود صحوذنا السيدة سيكو سعود حارق بالالبيك صدي علماتي والله حيري ولا الدلي والله حدادي دب ما ينسمي جرين دقالنا ما ينقادي جرين سببته دب ككوين باكر دعية حساسة علماتي يصحوذ أول سعوتي وحصوب بالوضعي مركب لبا حد سبان إدين شيقية وصحوذ إسلام كوبرار وقاع عصب تاريخ دادنا لغاية بدنا يرادنا لسيفي عروها هين مركب هيس وحان إدين شيقية عبد الناصر مركو ضدك حرحري وحبسية قليي إنه كدلطي جماعة التكفير والهجرة إنه هلكا قد لطي فكرة دي أهيد قالي سينت ورنمان كانسان نوغ قالي ونمان قال أهوي إيه عن اسكرد عنا اللده قالن كدبنا إساقي إيا أسكرتيسي إيا وزارديسي إيا حكامتي إيا أسكر وحلا شقيين إيا ويصور دافت كدب علماء دي إساقي مارتي أزهر إيا وحي بي أسو قدبت كدب شعب كيوردن بي أسو قدبت إيا قف والبقو إيا كهري ماذا إن مركان لديلو انحراف قالك أسكر صوب الوقت وحا كالو دعي حادثة وحا دعي كنو يساقال بقول إيا تدواتن إيا ساقال كي حرم كا مكا كوح إيا قشي dad badan waxay u haystaan kooxda inay ahayd shiica inay ahayd sax maaha macnaheedu iska sax taariikh ahaan bishii november 1979 kii bay ahayd bishii muharram iyadoo xajkii marka laga soo baxay 1400 anu waa joogay xaramka joogay dhulka xaramka joogay salaadii fajr markii la tukaday niman taqriiban ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo salafiyiin ah oo caqiidada saxaa ee sunnaha fahamsan ayaa xaramka galay iyagoo mucaaridiin ku ah oo gaalaysiinaya qoladan xukuumadda reer Arab Saudi waxayna rabeen sida maqsuudkoodu ahaa inay xukunka sidaas kaga wareegaan subhanallah subhanallah oo xaramka aadi mad aadi boqorka meelahiisa iyo meelahi joogan nimaga dhalay xaramka ay galeen xaramkiina hubay soo galiye ومن دخله كان آمنا نبي محمد عليه السلام وحيري مكة إن نهب كقاطه هل ساعد بلا إيه أقراضي ساعد بلا إلهي إيه إدمي إن نهب كقاطه ساعد كد من السيدة دي بحرمة دي كل نقطيب وما أنت فتح مكة حيوانك حتى لما أقرا أقارت هذا حتى لما أقرا إلا طابته بس كده أبو حكى ليه ولا ليال حرمك قال لهم إلى لينجرين askar badan ma joogin waxa xaramka hubka lagu soo galiyay naxashiyada meedka lagu qaado oo xaramka laga tukado bay hubkii soo galiyeen akiyalkii iyo rasaastii iyo madaficdi iyo bambooyinkii bay ku soo aruriyeen askartu waxa uu fatiishay saasi ku soo gashay basementiyada ku cabaysteen fajrkii subaxdii ay ahayd 22kii November ayay imaamku markuu salaadii tujiyay sheekh maxamed ibn subayl ayaa tujinayay salaadii fajr markuu tujiyay ay mikrofoonka qaaday dab nimba qabsaday nin jahiimaan al-Uteybi la yiraahdo jahiimaan al-Uteybi oo askarta xaras al-wataniga suuudiga ka tirsanaa jiray ka ruqsaystay xukunka mucaarad ku ahaa ayaa hoggaaminayay nimanka waxay qabsadeen mikrofoonki waxay yiraahdeen meeshan waa la wareegay حون كان ضغوط كان وإن ليس كرده ما حنقول شيء قا وحبي أخرية خطبة بي أخرية وحكى له طول الغد درها والله أعلم يجو حليهن دولة ضغوط درتين لكن وحبي كتشري وحى كلا النقاشين علمي كلا النقاشين وعير هذا المهدي أيام نوجره ونلا صعده وإن محمد عبد الرحمن القحطان لا يرهضه أيام نلا صعده مهدي أهو إن لرب عجلة إسجى أميركي نقول يوضن كان يومض الإسلام كايردن marka waa in lagu la beeca gala bayna rukni wal maqam sida xadiistu ay dhigayso mahdi warka markay eeclaaniyeen xaramka lagu kala cararay askar baa damacday inay wixii soo tado xusho askari baa la dilay
كبعدنا حرمك ولا وريجين كو يلا باتن عشاء أي حرم كهيستين أو أن مسجد الحرام كلاجا الدمين صلاة اللي جتك كو لا تنعش لو جمنا تكن صلاة اللي جمع الدمين حرمك بيت الله الحرام إلى مركز دمبيد طبعا دولدي أي ماشي نمك حصار حرمك إلا الدمية ومدافع للرد عنا حقا ولا قد ورسني يوم واحد قال قبضه يهوس بس من تيجا يوم نعرضها بيكره هل قال زي أسكرت كوزو إلى الله ببغى أسكرت تقريبا وتكت مركا حال سري كدي بي كل ما تي نمك أساسي كسر ما ذي كدي بوحي لقبتي أنا ماشي كل منا ولا لا يي كدي واحد عظيم مرك دعوتي إسلام كي وحلا صار عدادس أن هري الله أرجع الله ما حرم قفك استو إسكي ماذا علماء الإسلام كأه إنتو يي ماذا بو حلقة قبسين جري دي جرين جري صوماليا كي ماذا السودان كي ماذا ماشي دونا كي ماذا علمك جرين جري وحصل ما هو يستكتي تاسو حادثة حادثة الله بعد وحي هاد ورا ليال لبي يسديتن كي مقالة حماه سوريا إنك حافظ الأسد هو هيستي طائفة النصيرية ويل كندا تشوق أبيس طائفة ضاس ضايفة علمتوا إيه قال يسيان ويتوضا بضني حق فعلا لكن أود من اللي هي مركا إلا زوريا قاب كيس اللي زورياوي واحد عضي بيش فبراير شن تادي كون يسقال بغي لبيس ديتك مقال هذا حما سوريا كتالا وحاك هذا عضي ولا ليال كوح دليني رأه جماعة الإخوان المسلمين كتر سنين إني ترى هذا حكم كوالو ريقين انقلابا كصمعينينا ونن كان قال كأهوا كره دينا ماش أود بهم ملاهين كوه حسوي كعن والله قاعد يمركب والله قفتي مقال هذا حما يلور دن سكوير بالك قفتي حصار بالك قليه مقال هذا حما ولا بيس ديتينك مدافع بهرده لقى يستعجل دتك هذه أهل السنة يبني وأبا أهل السنة دن أنت اللي جو قرر يرجع يضمر با إم بضنا وكم بدو حي عن عرالين جرانك عيارها أيام مدافع هريرها اللي قريه دمي وحال كون انتي لبعتن كون إلى أفرتن كون بالوجدلي ألو بابي مقال هذا رن والد دمي شن إيه تمان كون نوال لواي ملئ أدين وحال جوسي مي تم يلا لق قضي عقف عقف تلق قضي أيام لق آسي قارئ يقول نول قارئ يقول انتي بالو آس أرن قاسك داش وركي وشيء جي ايه علماء ذهلا كان شيء جي يعني النبي عليه السلام كدي جي ايه أيان راعي. لا بد أحد سان وياك هيسان يا. تاريخ ظهور أمم نقونا إيوه. هي أصحابتي سيدا هي أرن كون طبقين. إيوه حجاج من يوسف. إيوه بحيتان كي وحياله داعي. مثلاً حسين بن علي رضي الله عنه بحيتان كي وبحي. إيوه حادثة من الأشعث. علماء ذاك هذا الشيء. محاضرات غير باجرة أو الشيخ محمود شبلي وكل جري يلا وأمم نقون كرتانين أو حروب الفتنة. والتأويل لا يرى هذا تأويل كذا كوك عليه وحنو يمان يا عصري كان ما أنت هذا أنا جاوس سعودي مصر وكسر ورقي عالم الإسلام وكف ضي فكرة دي ويف ضي محاوف محاو أساسه أساس وحاؤه يعني إن هرت مركي هر اللجوب بلعبي حكامته إلا جاليسي هذا واحد مقشا حركات كان هذا اللي يرى ذا إن جا الصومالية كجرته جزائر كذا عضي مصر كذا عضي مالك وان كذا عضي oo saxwadii ay u leexatay oo ah in la dagaalanto umadeedii oo dhigii muslimiinta ay faraha gashato haday culimayeen iyo caameeyeen intaba waxay ka bilaabatay arrinkaas aan sheegay in loo gaalaysiyo awalan xukaam oo dhan nimanka hadda u madaxa arrinkan hoggaamiya inaga Soomaali ahaana la inooga soo tarjumay ragga hadda ugu cadcad waxa la yiraahdaa nin la yiraahdo Abu Qatada الفلسطيني أو كحرا إنجليز كإنجليز كان يجوا جدا جناه إنجليز كده جناه فتاويل هالك أسكت سود درين جري يعني اللي رأوا محمد المقدسي نقل يا أبو قتادة وحو كلية هي وحو كان لا الجزائر ووفتوانا يي لأن يرد الجزائر سقاشن إيوه سقاشن إيشنتي سقاشن إيشنتي سقاشن لحدي لا نرى فرقا بويري بين زروال الجزائري أي الرئيس المرتد وحكمه ونظامه وبين الحسن الثاني المغربي المرتد فكلاهما في دين الله تعالى مرتد كافر وأن حكمهما في القتل والقتال سواء ومعمر القذافي المرتد جبارا متسلطا وسو ذي وحير لا نرى فرقا
بين شرطة عرفات تحت الراية وقيادة عرفات وبين الجيش اليهودي وشرطة اليهود وفرق وما أرقنه عيدا كيسا عرفات يهود إلا شرطا واحدا هو أن عرفات وحكومته أشد كفرا إيه يهود بكدران بيري فهم أشد حكما من اليهود لكن كلاهما له القتل والقتال واضح إليه قتل يدل وأن الملك الحسين مرتد في الأولى كان أبقاه الرية ملك حسين كان هذا أكتوذ كوار الإسان سونا ومرتد في الأول ومرتد في الثانية وحوي كلمة داس مرتد بأمارتي وحكوها يسا حناق مرتد في الأولى ومرتد في الثانية وليس له إلا القتل والقتال هو وشرطته وجهاز مخابراته مركز سيوة لهذا كوحيري لا نرى فرقا بين حكومة آل السعوديين المرتدين ودولة الكويت وغيرهما في 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 من الدول الأخرى وحاصو حلقة صوت الضرب كل عالم السلام والحنو وحير وهذا مرتدين يوحوا شقيون سو سعودي وسو ذيو وحيري فكل جندي على أرض الجزائر أسكري كستة أولوك الجزائر جوا بوليس هاد ملتري هاد درك ها شغلك لها هاي الجزائر مع الدولة وطائفتها وحكمها هو كافر بالله مشرك خالد في جهنم هو حلال الدم وحلال العرض حتى دمرك ولا كحسك دمرك ولا حتى ولا كحسك وسيو ذي وحيري دمرك هذه يعرور هذه هي واحد لين أردن يجنا ولا صو ولا كحينية وحيري فتوى خطيرة عنوان بيكوسو نشر سي جورنالكي وحكو قري جري الأنصار لديه جري صور كي سواكا وحيري فتوى خطيرة الشأن خطيرة الشأن حول جواز قتل الذرية والنسوان درءا لخطر هتل الأعراض وقتل الإخوان كوحدا إن لائما درتد وحن بنينا نويري جواز إن لديلو الذرية دا إيا دمركا أي ليهن منكاس كدبنا وحن لوقو بقبائل كيوردن كدبنا شعب كيوردن كدبنا ضد كيوردن بهذا يتبين بويري وحن وعضان إيسا أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المصلحة وجماعة يعني ماشاس كجرتي سقاشم يدي كدبنا سكبها بعضي من تهديد الذرية والنساء المرتدين بالقتل إني يعني سوغارتو ولي أرن كان أنك هدنا ما سوغارين بان أمالين إياه هير إن يعني مرتدين تكليا هدا دقال كوكو بيه هاي لكن وإيمان إيسا بيريتو هدي آن إلهي فرج كرا نوفرن وإيمان إيسا أبعيد سنية سانة أول عادة يضب أول مرتدين تكو بالعبطي وحو يري من تهديد الذرية والنساء المرتدين بالقتل دومر كودي عرورتو ذا يكون هند دي قتلقة من أجل تخفيف وطأتهم على النساء والمساجين والإخوان هو عمل شرعي لا شبهة فيه وعمل شرعي هو وح شبهة هوا يراته الله هين نقا وركيس انتا سنوية كيسانية محا كل عمرك أرنك فتوى دي القوقاتي وحا كم إذا ها نمن علماء وكم إذا ها جبهة الإنقاذ جبهة دي كوكو ليستي دور الشدة جزائر oo iyagu raacay oo yiri bal nimankan hal la islaaxiyo hal lagu jiro oo maadaama ay dawladdan la dagaalamayaan iyo nimankii intixaabaadka muslimiinta u diiday la dagaalamayaan iyaga aan raacno nimanka waxa kamid aha sheekh maxamed saciid iyo abdurasaq rajam niman la oran jiray oo culimada jazaair buu kamid aha sheekhaasu waxa dhacday marka sheekhi shan iyo sagaashankii ayaa la dilay oo wasaa'il al-i'laam ay soo cadeysay in la dilay oo lagu nashriyay sidii loo dilay marka nin kamid ahaa ciidankii wax ka dilay ee joogay meesha isagu ma dilin laakiin meeshii lagu dilay buu joogay nin kamid ahaa journal al-haqiq la yiraahdo ee jazaairi u waramay wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah dhuhur dalika yoom maalinta dhuhurkeedi jaa'u waxay noo keenay bi muhammad saciid oo abdurasaq rajam labada sheekh bay noo keenay جاءوا بهما قبل صلاة الظهر بالنصف ساعة جماعة ميل كتيبة هو حين جوغني بو يرسدد يطبن نن أميره وعماد ليراهضوا بأنه مضحها سدد وحنا لو كان إن منكي ظهر كوحير كهور على متن رونو إكسبريس قاري رونو إكسبريس اللغو كان قادمه من عمروسة ماش عمروسة ليراهضوا ننكي أميركا هاو تشوغ لغا كان قدمهما لنا الأمير عماد على أنهما إخوة لنا في الدين وحو نغبري ninki amirka noo ahaa
عماد الأورنجري إنما كان ونما ولا عليه إنه علماء أرسلهما الأمير زيتوني جمال زيتوني بالديجر إنك جماعة ومضحة أمير زيتوني باصو دري لتعليمكم أصول الدين والشريعة شريعة الدين تأني إذن بران بإذن كصو درين بويري وحول ليه ننكو كان محمد السعيد في صحة جيدة نوحوها عافي ما تقبه في عن شيخه يرتدي عباءة بيضاء عباءة وحليها بهشان لقاط وكرك غميس كلا قشطة عربت بضنا بيك الشدان جزائري مغربنا النوع بيليهن سعودي حجائي جزيرة النوع بيليهن عباءة دانو كالتو عدان بوك الشنا والسروال الأفغاني القصير سروال الأفغاني يهو سروال كان هوس أفغان قشطان قابا نووتي ويرتدي فوقهما باركة خضراء اللون كاكي ويضع يعني جاكت كركة وحكا قشنا كاكية ويضع على رأسه شاشية بيضاء وعمامة كاكي ماذا حيثنا وحاو صار نيد عمامة كوفية دي رعاد هي عمامة كاكية في حين ينتعل حداء رياضيا من نوع عديداس وحو ستكبه رياضي وكما هو نوع سبورتيغا وعديداس كان يبدو مسترخيا رفقة صديقه عبد الرزاق الرجام وهما يتجولان وسط حقول البرتقال ميلبور أهبان سارنين ومقالة كبا حسنو هبين كيوم بان مقالة مرمر أسود دقناب ويري جيت كاسان جوغنان كاو غارسنا لكن تحت عيون ماشي كور وريقة ينبيرتا لكن تحت العيون الصارمة لعناصر الجماعة الإسلامية المصلحة المتربصين بهما لكن ولا إلى لنا إيش اللوهي وصيوا ذي شاكذي سيوحو يري بعد صلاة الظهر ظهر كي مركان تكني طلب منهما الأمير عماد البقاء بمفردهما أي مركان تكني ظهر كي بوحو يري علمادي هل كان سي فريستا إذنكو وهو محاط بأربعة حراس مدججين بالأسلحة إساقا إميرك أفر نمبا إلى ليني سهريرها هم هاي ستوا إذن كي سينو لحجوغا أقو إذن كي سينو لحجوغا هذا نوال إلى ليني أفر با إلى ليني ليقول لنا بصوت منخفض عد قابن بوحو نقو يري انتو ميل نوكر وحو يري ايغا هلا كان فريستا حيث يعقد اجتماعا للجند اجتماع بوحو لليها اسكرته لا يجوز لهما المشاركة فيه ايغو كما قيب قلي كلان كنا حوالي 18 عنصرا سدير يتوانقف بانهيم جمعنا الامير عماد ونسو اروريي وهو محاط باربعة حراس مدججين بالاسلحة ليقول لنا بصوت منخفض عد قابا بوحو نقو يري طلب مني الأمير أبو عبد الرحمن أمين جمال زيتوني أميرك كن يدي سوحي أبو عبد الرحمن أمين ساسو مقع سوح كسحي حجري لكن مقعي سنبطها جمال زيتوني بالليلة وأنا عادة يعني وايد مصابة حضي أو قفكم مقعي صريحة إنانو بشيقين مقعي سمشي أكتو وشيقا أبو فلان أبو فلان كذا 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 ساسو شا سيان لقران يعني أميرك وحي قد البيب ويري أن أنفذ فيهما حكم القتل labadaanin labada shaq xaq ay fadhiyaan isku sheekaysanayaan oo iskaarbiiska haystaan ee labada shaq inaan dilo ayuu isoo amray amirka ahrisuhuma thumma akhraj lana min jaybihi warqatan maktuba sheekuhu wuxuu naga soo saaray warqad qoran hada huwa al-amr alladhi ja'ani min al-amir amarki iga yimid amirka waa kaas weey haa'ula'i jaz'ara nimanka jaz'ara weeyo jamaa yaani jaz'ara ay ku sheegayaan munaafiquna murtaduna kafara ومنافقين مرتدين كفرة صدح سودر يجوز قتلهما إن لدلوا يا بنان احرسوهم جيدا سب ونحسن إلى لي لا تتركوهم يختفون عن أعينكم أمر عر إشينا يكبرنا يكمغنان سننفذ فيهم الأمر قبل صلاة العصر صلاة العصر انتين أن تكن أيان أمرك كفلنينا عندما كان عماد يخطب فينا وحير مركو ننك نأخذ بيني كان محمد السعيد والرجام يضحكان هناك وهما مستلقيان تحت أشجار البرتقال قيد برتقال هوستو ذي فليين وقيقس له وعندما أنهى الأمير اجتماعه طلبا منهما الانضمام إلينا ومشاركتنا الحديث مركو اجتماع لما يبقوا يرأيوا إن نلجوغان كنا نعرف أنهما سيقتلان ومردوا إن لديل الدونوان أوين شاكدي وحكسوا قبل قبيه وحيري يواصل الشاهد عيان عمار عمران بالي لأن كان شاكذا شيقي الذي يعاني حاليا من الروماتيزم وهشاشة العظام والتهاب المفاصل لأنه وحصوا عذراء قبأوا هذا لن أضيئه وحيري عندما سمعنا آذان العصر من أحد مساجد الشبلي ما قال شبلي يا هذا نقول له ما كان آذانك عصر كما قلناي
توجه محمد السعيد إلى حيث يوجد الماء ليتوضأ. شيخي وحوك عايش محمد السعيد شيخ آد مشهور واهب وهذا ذلك جزائره وحوك عيبيها حقه ضسي ووسيسته. نزع حذاءه كبيه سيبوسيبي ولف كم قميصه قميصك ينور لابطي وهم بالوضوء إنه ويسيسته أيو كهني أو به قاتل في تلك اللحظة بالضبط لحظة يضع أو بيها أفر الصدي وكنا نعرف ما سيحدث وأن أغيم بيرميش أن تاغلنا يوحد لعي دونه. توجه إليه الأمير عماد أمير عماد بحقيس آذي وجه إليه سلاحه سلاحي بساء قدشيدي وأطلق عليه رصاصة واحدة في الجبهة. هل كاسكول افتح بعض رصاص كذا يقيو به ويسيسنا إياه هل كاكا قدفت بوش فتفجر رأسه ما ذي حواك رضي الله عليه. في تلك اللحظة وسقط مخه قرب السوندة التي كان سيتوضأ بها مسكح لي سينا وحيكو صدادت ويلكو كويسي سينا وسقط على جنبه الأيسر لين عبد إحدابه أدعي شيخي. في تلك اللحظات كان عبد الرزاق الرجام ويسمونه في الجبل عبد القادر هو الآخر بصدد توضؤ يسمونه وحوها نكي قلبات إنه ويسي سنة إيوه. التفت إليه الأمير عماد حق عماد بأوجه استيو وشرع في التشهد مركز أنك تشهد كوقف صوح لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى 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 لقد وضع وحواه ورمحاود شيء محاود شيء عميض جزائري قوه. رد عليه الأمير عماد بجملتين لبك الموجود جوابي ريح ثم ريح ثم والكبير آي الله راحي خلاص ولا ما أركز. ثم أطلق عليه رصاصة واحدة في الرأس مضحو ساقنا حبتك قرفت شخ حيث قتله على الفور سلام ركي وولنتي. واجتاهدت وحي روحان أرك أجزاء من مخه تلتصق بالشجرة التي كان يتكئ عليها وهو يستعد للوضوء. حان أركي إنه مخ مسكح ديسي قيد كي كل هو بقار كل وضوء لأنه كل جين. عندما سقط الرجام التفت إلينا الأمير عماد ونصائغي وحيري لا تترحموا عليهما هو الرحمة ضلبنين أبويري لا تصلوا عليهما هنكتك نينا إنهما جزأرة كفرة وجزأرة كافرين أبويري. نكي شاكد سوحة كل ما تي ما ننتي دمي اللبن إنو كلا الله كياني سيدي يو كلو قد لي مدي سوى قرآن أخرين أيو قيد كو كتير سن أيو وحينا أهين لبن إنجنير بي أهين وشيخ دار رقي سي أها وحي أهين لبن إنجنير لبدا إنجنير وحي أسما إنجنين إيجا إلكترونيات كي يقنا بيش سيد الله وحيو إلكترونيكا إنجنير سبي أهي لبدي بوال الخارجي marka geedka hoostiisa iyo fadhiyo quraan akhrisanaayo sidii kala loo soo khariijiyay ayuu labadiiba ku dhiftay laba xabbadood madax ka dhiftay sidii ku dhinteen sheekhi. Laakiin muxuu sameeyay god baa loo qoday sheekhi iyo ninki saaxiibkiisa aha ha ku tukan inuu yiri sidii baana meesha lagu tuuray godka u soo qaaday buu yiri godka lagu rido godkii baa lagu tuuray kadibna salaadi casr baan tukanay buu yiri. Ninki ciimaad aha ayaa salaadana tujiyay markuu salaadana tujiyayna uu duceystay ilaahu daalimiinta naga koriyeel ilaahu daalimiinta nooga gargaar ayuu yiri buu yiri waan yaabanayn annaga laftigayagu markaas si wax u socdaan. Kadibna habeenkii ku xigay ayuu labadii nin oo kale markuu dilay ayuu magaalada u soo degay guri buu habeenkaas seexday ciidamadiiba ogaaday dowladda gurigii baa la hareereeyay habeenka dhan baa xabadu socotay isagii iyo afartiisii ilaalada ahayd iyo wiil yar uu watay oo dhalinyaradiisa aadka u taageero 15 jir ah lixdoodiiba meesha lagu dilay. ninka xaalad hadii salkaas ku dhamaato amirkii isaga ka weynaa oo xarakada jamaacada dan madaxda u ahaa sheekha markii la dilay sheekh maxamed as-saeed jamaacada islaamiyya al-musallaha ee jazaair way kala jabtay wayna burburtay rag badanna way ka baxeen ragii madaxdeeda ahaayo ka baxay way ka soo degeen buurta noloshoodii caadiga ahaa ummada ay ku soo noqdeen jazaair iyagii baan ka waramay sheekadooda hadda inaannu mar kale to insha Allah ta'ala wararkoodii iyagana aan soo sheegno weeye. Laakiin malafaadkaas in la ogaado bal innagana qaybteenaynu ku leenahay Soomaali ahaane waana meesha laynooga soo tarjumo afkaaraha inaynu ogaano aad iyo aad buu fiicanta. Waxaan ku soo khatimayaa walaalayaal.
culimadeena markii xaaladaas ay dhacaysay ayaa waxa la weydiiyay sheekh al-Albani rahimahullahu ta'ala ayaa la weydiiyay jazaair waxa ka socda bal hadda fiir culimadii iyo saxawadeena say tahay in xiraafkii qalloocuna meeshu galay ma ashbaha layla bilbaarixa maxaa maanta ay ugu egtahay berito شيخ محمد الألباني بأيال لويديي عن حكم الذين خرجوا على الحكومة الجزائرية نمن كان لأن يرضى الحكومة الجزائرية لا دقال ميا حرير دير بين اللي يشان شيخ الألباني فتوى إنا كهلان فتوى دين وسيم واي وحويري فنحن ذكرنا مرر بضن بان حسني بي دائما وأبدا وان حسني بأن الخروج على الحكام نمن كاس لا دقال لنكوضة محلحظة لو كانوا من المقطوع بكفرهم هديهم كوا قال نمضوا ذا أنبل إسكو هيسن لو كانوا من المقطوع بكفرهم يا هدي بيهين أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا يعني ما بنانا كوب حيتان كودي لا دقال لنكود وحنا كوب بنينا يا ما قال كإن الله كوب حكرين هدو قالوا بيه هدي عضاته قال نمضي السؤال وحوي أود هدان لولهين لغوا بحكرين نقول إسامرك دان أود لولهين ننك عيدن بو هيستا جيش بو هيستا خوله امدو هيستا خوله امدا امدن اسلام كان waxaa la rabaa xoolahaadu iyada in dulkeeda iyo diinteeda iyo dadkeeda lagu difaaca la rabaa taahay inma yaqa'u sawaan fil jazair aw fi masr hada khilaf al islam bu yiri ya markaasu wuxuu yiri nahnu nu'ayidu kull man yad'u ila rad ala hawla al kharijin ala taluna shurta nimanka booliska ha iqtiyalan oo hadilan gaadmaha ku dilan أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله أما دعوة إن السلاح هو كاستعمالان أي وحق الله يان هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب بين الله يقشعر ويبين الدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة المكرمة النبي عليه السلام يأصحابه سمركة تبردر نايين قبل أن يكون لهم سلطان إنت أي سلطان يلن يحوق أي مملكه ما كانوا يدعون الناس بالسلاح ضدكه وما يدعون شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحيري markii la weydiiyay idinka ayaa iftooday jazaair in dagaalada iyo fitnadan iyo uluufkan la laayay ay ka dhacdo wuxuu yiri ma qulna bishayn min dalika shay arrigaas anagu ma aanan oran qala shaasailu fi ishtidaad hadhihi almudayiqat hal tushra'u alhijratu ila bilad alkufr dulk galo ma loo hijroon kara hadii dhibaatadaas u dhacdo qala wuxuu yiri ashaykhu alwajibu sabr wa in la sabrawi lian albilad bilad islam dulku wa dul muslim buu ينادى بها للصلوات صلاة ديبا لو أدمية وتقام فيها الجمعة والجماعات جمعة يا جماعة ولوت كنية فالواجب الصبر حتى يأتي الله بأمره إلى إلهي أمر كيس أوكيانو وإن لا صبر حيلتها هي وذلك في سؤالك فريستي لكن وحن رجينا يا غلاليا إن تاريخ ذا ماشي كقل الله عطي أمبر بهل قضب كليا أنكت المامو قضب كاسو أه دقال هذا ومضى لحذي ذا أرهن كاسو أرهن ممنوع وليسنا وحن شر أهين لقم كسب إلى إيما لنتي لقد لي حسين بن علي رضي الله عنه أو من أفاضل الصحابة أو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتي وأوين عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس كل وكالة طريقة حجاج بن يوسف مركي للدقاء اللامي حادثة دي سيشاليبان أم لين إياشا عبد الرحمن تكفير كيني كجر تيشا عبد الله إبراهيم حادثة من الأشعث قراء بدن علماء بدن ومحدثين كل أطيب وحنا لقوا بحين إنك حجاج الأورنجر حجاج علماء القاركود وين قال يسيه قال إنه أهابي وبحيه مع ذلك وحليها الإمام النووي رحمه الله تعالى حادثة سمر كيد على كذب علماء الإسلام وحي كإجماعين إجماع أهل الصنو كإجماعين نمك حكام تاه إن سيف لقاله ارتجن محل عي فساد كذا لنا يكبلن وحي لو عضين كره لو عضيو أدقوا هذا القف أهم وأرهن وناكسن الحق أشيكتو أتراهضو سيد علمذيني بس ما ينجرين إنا أتراهضو نيهو ظالم باته الظلمي قاية جوشي وانا باطل واحد وضا أديق هكو ديلو لكن أمد الليق قيدة هؤلوغي أمدنا هقحين أمدنا هبابين إلى إلهي سبحانه وتعالى فرج وفرو وددي إسلام كي يصن نضي وحلو قسي حجري تاسوي قلو عن لن يرد أن إيدادك أن صوق علي أما صحوة صوق علينا إن لا يسكسارو وي لب بضم بوكيني وانا لقبي حدونا إلهي